السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. سمعت الشيخ يقول السائل: كانت حياة الصحابة فيها صفات كثيرة، من أهمها ست صفات: الكلمة الطيبة والصلاة والعلم مع الذكر وإكرام المسلمين وتصحيح النية والدعوة إلى الله. فيقول: جماعة التبليغ تهتم بهذه الست صفات، فهل هذا المنهج هو الصحيح؟ جماعة التبليغ عندهم بدعة، فالواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به والسير على منهاجه، فما وافق سنة الرسول من عملها التبليغ لا بأس، مقبول، ولكن لا يجوز اتخاذ عملهم طريقة وسنة، إنما يتبع ما قاله الله ورسوله، ويسير المؤمن على ما رسمه الله في عباده وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي في جميع الأمور لا في ستة فقط، بل يجب اتباع الرسول في كل شيء وترك كل ما نهى الله عنه، ويوجه الناس لذلك، هذا هو الواجب على أهل العلم. وأما جماعة التبليغ فلا يجوز اتباعه في ذلك، بل يجب الحذر منه فيما عندهم من البدع، ما وافقوا في الشرع يخبرون به وأنه طيب ويحذرون مما خالفوا في الشرع.